يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد طلبة العلم قد قرر لنا مسألة ونسأل عن صحة تقريره، وهو أنه قال إن العاصي يبغض مطلقا، وكذلك المبتدع يبغض مطلقا، وكذلك الكافر، فما حكم قوله؟ هذا جاهل، هذا جاهل وخلط. الكافر نعم يبغض مطلقا، الكافر يبغض مطلقا، أما المسلم العاصي والمؤمن العاصي فهذا يحب من جهة ويبغض من جهة، يجتمع فيه حب وبغض، يبغض لما فيه من المعصية ويحب لما فيه من الإيمان. نعم.